Okay. So Amr actually is an old friend. We met in the military service 20 years ago. I was lying. Amr, are you here? Yes. Can you hear me? Yes. Okay. So Amr Lachine is Urban Governance and Legislations Program Manager at UN Habitat Egypt. He is a former Transformation and Innovation Director at CARE Foundation, Egypt, and former Governance and Strategies Unit Director at CARE Foundation, Egypt, former Governance and Civic Engagement Program Director at CARE International, former Governor Advisor at GIZ. And he studied theories of urban planning and urban and regional planning at Cairo University. So welcome, Amr. We thought that this would be an interview in Arabic, better to make it easier to engage all the participants, like Arabic, and there will be also translation, like interpretation in the chat. Okay, so the topic, no, sorry. عرب عربي ماشي. عرب. ايوه مساء الفل. طيب العنوان بتاع المداخلة كان دور المخطط العمراني بالنسبة لعملية التنمية العمرانية. ممكن نبدأ كده يعني من الحتة دي، من وجهة نظرك تفتكر المخطط العمراني إزاي ممكن يكون مؤثر، أو إيه الدور المفروض يلعبه بالنسبة لعملية تنمية المدن؟ طيب تمام، ميرسي يا حسن زميلي في الكفاح ماشي في الجيش، ومساء الخير على حضراتكم جميعا. بس عايز اقول حاجه، انا زي ما حسن قال انا مخطط عمراني يا جماعه، انا خريج كليه التخطيط الاقليمي والعمراني جامعه القاهره سنه 99، فانا ومعايا قنين نقابه، فانا مخطط عمراني. اوكي، قعدت 10 سنين شغال في جي اي زد، ويبدو ان انا هصغر في السن دلوقتي، لان مهاب بيقول ان بي دي بي ابتدى 2010، علما بان احنا بدانا بي دي بي 2001، فكده في 10 سنين راحوا، فانا رجعت شباب. وقعدت 10 سنين تانيين زي ما برضو حسن ذكر بشتغل في الحوكمه والمشاركه المدنيه، ودلوقتي انا شغال في اليون هابيتات. ولكن كل ما اللي هقوله دلوقتي هو رايي انا الشخصي ونظرتي انا، فانا لا بمثل يعني في حديثي النهارده ليجو او ارائي ولا اليو ان هابيتات ولا كير انترناشونال. انا عضو مجلس امنا في مؤسسه كير مصر للتنميه، والمشرف على الحوكمه في مصر والعالم العربي، وبشتغل في الاصلاح الاداري وشويه حاجات كتيره جدا. فانا هقول لكم رايي انا المتواضع الذي لا يلام عليه الا عمرو لاشين، ولا يثاب عليه الا عمرو لاشين برضه. تمام، فدي بدايه كده. طيب خليني اقول لك حاجه يا حسن على السؤال اللي انت بتساله. انا اتخرجت من الكليه، ولما اتخرجت اصطدمت بالواقع في كلمة شهيرة حضراتكم كلكم ممكن تكونوا عارفينها، وانا شايف ان هي دي المشكلة الكبيرة. هي ايه؟ وهو تريقة كده احنا بنقولها، الدنيا ايه غير ايه؟ مهندسين وشوية ناس تانيين. تمام؟ هو ده مربط الفرس. ليه؟ لان احنا يعني نظرتنا للاخر في، او انا من وجهة نظري في عمليات التخطيط واتخاذ القرارات التنموية ووضع المخططات والكلام ده، احنا بنقول اراء وبنحاول نسمع الناس بتقول ايه. ده غلط، وده اكبر غلط من تجربتي سواء في جي اي زد 10 سنين، يعني اللي شرحه مهاب دلوقتي القصه بتاعت اللوكال ايريا اكشن بلان عملناها 2003 وابتدينا في بي ام اي والكلام ده كله، ونفس الكلام اللي كنت عملته في كير، احنا عمرنا ما كنا بنبتدي احنا عايزين ايه اللي يحصل. الفكره بتاعت البي ام اي سواء تقدير الاحتياجات السريعه بالمشاركه او تقدير الاحتياجات بالمشاركه ايا كان اللي هنسميها، كنا بنتعمد ان الفريق بتاعنا ما يكونش فيه مهندسين ولا مخططين عمرانيين، مع ان مديري في جي اي زد كان خالد عبد الحليم، يمكن بعض من حضراتكم يعرفوه، وكان برضه هو مهندس. ليه؟ لان احنا ما كناش عايزين نفرض رؤيتنا التخطيطيه او العمرانيه على اي حد. فالمخطط العمراني من وجهه نظري هو مترجم، دوره ان هو يسمع يفهم الناس عايزه ايه، ويبتدي يحاول يترجم الكلام ده بصوره مبسطه يفهمها كل الناس، وتراعي اشتراطات المرتبطه بيه، سواء بنتكلم مش عارف عرض الشوارع، مسافه السير، الكلام ده كله، بس يكون بيفهمها لهم من الاول. فدي من اول نقطه، ان هو لازم يعرف
يعمل ده. طيب تاني حاجه يا حسن، ان هو لازم يكون بيعرف يعمل موضوع الفاسيليتيشن او تيسير الجلسات، وعمليه ان هو يتكلم مع الناس ازاي ويسمع منهم من وجهه نظرهم، مش يفرض عليهم. يا جماعه موضوع التيسير والفاسيليتيشن دي ملكه لازم تكون موجوده عند الاخ الاربن بلان. لو مش موجوده عنده يا جماعه مش مشكله على فكره، ممكن يستعين بصديق، بس مش هو يقول. يعني هقول لكم الفرق، انا ممكن اقول لحضراتكم ايه رايكم في القلم الجاف ده نشتغل بيه النهارده، انا فرضت على حضراتكم القلم الجاف، غير لما اقول كاربن بلانر يا جماعه احنا محتاجين ان احنا نكتب حاجه نستخدم ايه. في مشكله ثانيه برضو يعني من خبرتي شفتها، موضوع ان احنا بننزل بتولز ادوات في حين ان احنا مش فاهمين السياق عامل ازاي او النسق اللي احنا بنشتغل فيه. تاني، هل ينفع ان احنا نربط مسمار بشاكوش؟ ممكن. ليه؟ هجيب المسمار واقعد ادق على راسه لغايه لما يخش؟ لا، انا لازم افهم النسق والسياق الكونتكست الموجود ايه، هو محتاج ايه، مين اللي فيه، وبين اشوف ايه الاداه اللي هستخدمها. كلمه المشاركه كلمه فضفاضه كبيره جدا، وعلى فكره المشاركه should be او المفروض تكون two ways interaction. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش ان انا اجيب الناس واقعد في public hearing اقول لهم ايه رايكم وامشي. لا، ده ما اسمهاش public hearing. لو انا قعدت وقلت للناس ايه رايكم وردوا عليا، انا ملزم ارجع لهم تاني بردود على اللي هم بيقولوه، وهم يرجعوا بردود لغايه لما نوصل في الاخر لارضيه نعرف نبني عليها اي حاجه احنا عايزين نتفق عليها. انا عندي قصص كتيره ممكن اقولها على فكره. خلوني اقول دي كمان وبعدين هدي الفرصه لحسن. انا فاكر سنه 2000، مش فاكر بقى 2001 حاجه كده، وكنا نازلين نعمل مخطط في قريه من القرى، ونازلين بقى البهوات اللي هو احنا جايين من القاهره بقى ونازلين القريه دي، وبالصدفه البحته ان احنا كان معانا زميله مهندسه. فاحنا داخلين مقر الاجتماع بتاع الوحده المحليه، طبعا جايبين المجلس الشعب المحلي و الكبارات بتوع المنطقه ومش عارف ايه والكلام ده، فشفت سيدات قاعدين بيبيعوا جبنه بيضه بقى وحاجات الجامده وبيض بلدي والكلام الجامد ده. فقلت للمهندسه اللي معايا، بصي انا مش عايزك تخشي تحضري الاجتماع، اقعدي مع الستات دول دردشي معاهم في كل حاجه بقى، المشاكل ومش المشاكل ويتعمل ايه والكلام ده. ودخلنا قعدنا نسمع مشاكل وتحديات والكلام ده كله، رجعنا على المكتب قلت لها تعالي بقى قولي لي هم قالوا لك ايه. فلقينا في شبه توافق ما بين المشاكل اللي الناس قالوها واللي هم قالوها. طب هم قالوا لك بقى تتحل ازاي؟ قالت لنا. رجعنا بعد مده بنعرض التصور والكلام ده كله، مش عايز اقول لك الناس بتقول قصص فينا بقى، الله، وشايفين بقى الناس اللي فاهمين وشايفين المهندسين والكلام العظيم ده كله. فقلت لهم بس انا عايز اقول لحضراتكم حاجه صغيره خالص، كل اللي موجود ده او اغلبيته مش احنا اللي قايلينه، اللي قايلينه هم السيدات بائعات الجبنه والبيض اللي قاعدين بره، احنا اللي عملناه، احنا خدنا اللي هم قالوه وشفنا ازاي يتركب على الخرايط او الواقع. اتفضل يا بيه. طيب هو انت الحقيقه يعني اضفت يعني المثال بتاعت الجبنه ده، يعني بياكد حقيقه ان ما ينفعش ان احنا نهمش او ان احنا يعني نتجاهل دور اي حد ليه علاقه بالمشروع اللي احنا هنشتغل عليه او بالمنطقه، حتى لو كان مستواه بسيط، لان كل حد عنده قدر من العلم بظروفه ومشاكله وساعات كمان الحلول. يعني احنا كتير بنتكلم مع الطلبه انه ان احنا بنسمع وبنتعلم من الناس على قد ما احنا عندنا علم من الجامعه، بس هو في الحقيقه هم ادرى واعلم بظروفهم وبامكانياتهم ومشاكلهم وساعات بحلولهم. خليني اقول لك حاجه، هوقفك هنا بس خليني اقول لك حاجه بسرعه كده، معلش. احنا نسمع عن حاجه اسمها الام دي جيز، ميلينيوم ديفلوبمنت جولز، تمام، اهداف الالفيه، اهداف التنميه الخاصه بالالفيه اللي كانت المفروض توصل او يعني تتحقق ب 2014 من 2015 هي كده ما اتحققتش. الشعار بتاع اهداف التنميه المستدامه اس دي جيز ايه؟ مين عارف؟ في سلوجن كده، اي حد يا جماعه؟ في برنسبل بتاع، لا 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 لا، في سلوجن، في شعار للاس دي جيز، سستينبل ديفلوبمنت جولز 2030. ها ها،
حد يقول لنا اي حاجه. طيب شباب انتوا معانا ولا ايه؟ مفيش حد بيتكلم. حد هو ممكن اقول انا؟ طيب اقول يا سلام. ليف نو وان بيهايند. ايوه يعني ايه بالعربي بقى؟ يعني ما تسيبش حد وراك. ايوه حتى لا يتخلف احد عن رجب التنميه. كلام كبير قوي. ليه بقى؟ لان الام دي جيز اكتشفوا الناس ان الام دي جيز ما كانتش مصممه للبني ادمين. احنا ما كناش عارفين نقيسها ازاي. اللي كان بيقوله مهاب واللي كان بيقوله دكتور احمد سليمان من شويه، هو احنا هنقيس التنميه على ايه؟ ايه اقل يونت لقياس التنميه؟ هو البني ادم. خلاص؟ فاذا كنا احنا مش هنخلي البني ادم ده هو الكور بتاعنا وبنشتغل ليه مش بنشتغله، معرفش بقى تترجم ازاي؟ معرفش هترجمه ازاي؟ بنشتغله مش بنشتغله. وفي الاخر نخليه، يعني نخليه يعمل. انا عايز اقول لك احنا كنا بنعمل سوق في بولاق الدكرور برضو يا دكتور مهاب، في القصه بتاعت اللوكال انيشيتيفز والكلام ده، كنا بنعمله 2003 2004 ولوكال اكشن بلان اند سو اون. كنا بنعمل سوق فداخلين، فالناس بنتكلم مع بياعين الخضار وكده، فبسال الراجل هو انت عايز السقف قد ايه؟ قال لي 6 متر. قلت له ليه؟ قال لي عشان في ناس طويله بتخش السوق. طبعا خلاص انت فهمت ان هو مش عارف اليونت قد ايه. طب بنقول لك ايه؟ هات كده الاقفاص ورص لنا الاقفاص. فرص لنا الاقفاص، ادي الارتفاع ومش عارف ايه والكلام الجميل ده كله. جينا بعد كده قلنا طيب الطبيعي نعمل سوق، هوب اعمل سقف واعمل ضهر والناس تخش من النص والكلام ده. لقينا بتوع الفاكهه قال لي لا انا مش عايز كده. ليه يا عم؟ قال لي انا لو طول افرش على البسطه بتاعت السلم هفرش، ان الفاكهه دي تعتبر حاجه ايه؟ هديه بيجيبها الراجل وهو مروح. تمام؟ فبالتالي لازم يشوف، وبتاع البطيخ غير بتاع الرمان، مش عارف بتاع البرتقال غير بتاع ايه؟ فهي الفكره كلها ان ازاي انت كاربر بلانر تتخلى عن فكرتك المسبقه بان انت هتصمم حاجه ازاي الى حاجه مختلفه. حاجه كمان، المخططات الاستراتيجيه حضراتكم اتكلمتوا عليها. انا مش عارف محمد عفيفي معانا ولا لا، بس لو معانا يرفع ايده، مش معانا مش مشكله. هو مين اللي بيقود عمليه وضع المخططات الاستراتيجيه؟ اربن بلانر. مش بشتم في حد ولا بقلل من اي حد. فبالتالي بتاخد صبغه عمرانيه عنها صبغه تنمويه. بيبقى الكور مركز في اتجاه العمران واللي له الجزء العمراني يعني، واللي ليه الابر هاند والسي، هو بيبقى بنسبه كبيره الاربن بلانر كومبيرد بقى بالحاجات الثانيه الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والكلام ده. اللي حصل ان في حاجه اسمها، وده يا جماعه انا راجل عجوز، سيبكم ال 10 سنين اللي الدكتور مهاب كنت بهرج معاه عليهم، بس انا قد حسن، لو حسن عجوز يبقى انا عجوز زيه. لازم الاربن بلانر يقرا، لازم يفهم ايه اللي بيحصل في البلد دي. في اختراع اسمه قانون التخطيط الموحد، يونيفايد بلاننج لو. قانون التخطيط الموحد ده عمل ايه؟ بيعالج القضيه اللي ذكرها دكتور احمد سليمان ومهاب. المخططات الاستراتيجيه كانت بيسموها مخططات سبيشال جغرافيه، ويتعمل حاجه اسمها مخططات ثيماتيك او يعني قطاعيه. فتيجي تشوف القطاعيه علاقتها ايه بالجغرافيه؟ مفيش. الفلوس فين؟ زي ما دكتور احمد سليمان قال، الفلوس عند القطاعيه. القطاعيه دي يعني ايه يا جماعه؟ يعني صحه، تعليم، شباب ورياضه، الكلام ده كله. الفلوس عند ده، فهو اللي بيفرض اللي هو عايز يعمله. فبالتالي المخطط الاستراتيجيه تبقى موجوده وانت مش عارف وتبقى مش رياليستيك والكلام. اللي حصل في قانون التخطيط العام للدوله هو عباره عن ايه؟ مرج الدمج ما بين المخططات القطاعيه والمخططات المكانيه. لازم الاخ المخطط العمراني يفهم هو القوانين بخلاف قانون 119 وتعديله اللي هو المفروض خلاص هيعلن يعني، لا لازم اعرف القوانين الثانيه المرتبطه بيه اللي هو بيعمله، سواء بنتكلم على سكيل صغير. يعني على فكره يعني بالمره كده، موضوع المخططات التفصيليه دلوقتي بيتم مراجعته في اطار الاشتراطات البنائيه اللي هتطلع من اللي بيتم مناقشتها في مجلس الوزراء مثلا. ففي تغيرات كتيره جدا لازم الناس تبقى عارفاها. فالمخطط العمراني اول حاجه من وجهه نظري لازم يكون عنده ودانه كبيره قوي قوي قوي، يعني يكبر ودانه على قد ما يقدر. على قد ما ليه؟ عشان يعرف يسمع دوره، يسمع 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 لغايه ما يغلط، وبعدين يبتدي يطلع اللي هو سمعه ده يفهمه. بعد ما يفهمه يشوف ازاي ممكن يقدر يوصله للناس ويخش في الانتراكشن. تاني حاجه يطلع يقرا على قد ما يقدر، او تقرا على قد ما يقدر عشان الجندر بس. اتفضل يا باشمهندس حسن. او يا دكتور حسن معلش. طيب هو انا بس كنت برد على
يعني في الترجمة مش ملاحقين يا عمري. هتكلم ما انا عارف دكتور حسن، انا عندي تعليق بعد اذن سعادتك. تفضل تفضل اذا سمحت لي. يعني تفضل يا فندم. يعني هو عمرو محق في كل مقاله الحقيقه. انا التجربه دي حصلت فعلا في بنها على سبيل السيده المهندسه اللي سابها مع الناس السيدات عشان تسمع منهم ايه رايهم في المشكله والاخوه وتعرف. انا عملتها في تجربه بنها، كان معايا سلمى مسلم. ايوه مظبوط. عارف انت يا عمرو سلمى اللاندري ادجستمنت؟ تمام يا فندم، لسه هتكلم عليها. الله يسلمك. فالحقيقه سلمى كان لها دور كبير قوي اللي هي تسمع وتنقل مشاكل السيدات في مشروع بنها، وكان لها دور فعال في مشروع بنها. الحقيقه مشروع بنها بالظبط احنا مشينا بنفس الكلام اللي انت قلت عليه. انا ما اقترحتش حاجه، انا خليت الناس لاند اونرز هم اللي يقترحوا المخطط بنفسهم، بس ازاي تقدر تخليهم يتفاعلوا ويشاركوا معاك، وازاي تعامل اصغر واحد اللي هو اقل واحد مثلا عنده ملكيه ايجار، واكبر واحد عنده 16 ايجار، ده ازاي تعمل الكومبينيشن ده الاثنين يبقوا متساجمين ويا بعض، والاثنين يبقوا متفاهمين ويا بعض، والاثنين بيدوروا بيخافوا على مصلحه بعض. هي دي المهاره اللي عمرو كان بيتكلم عليها. بالظبط. تقدر تفاسيليتيت وميديات بين الستيك هولدرز المختلفين. فطلعنا مشروع بنها كان عندي 65 لاند اونرز عشان تخليهم كلهم ال 65 يوافقوا على المشروع، مش المشروع بتاعي، المشروع بتاعهم. هو ده الفكره برضه فعلا زي ما قال عمرو، يطلع المشروع منهم نفسهم مش من البلانرز. البلانرز بيحط بس المين الوتوش الرئيسيه للمشروع، وده اللي حصل فعلا في بنها، وبنها نجح وتنفذ كلاند ري ادجستمنت وليس لاند سب ديفيجن او ديتيلد بلان، وكل دلوقتي وبتنفذ دلوقتي على الطبيعه بنفس السيكونس. وليه قاعده مع عمرو في الموضوع ده باذن الله، يعني لما نشوف بعض في مصر، وهو طبعا المشروع ده اتنشر في مؤتمر في البنك الدولي في واشنطن، كان في برزنتيشن عليه، واتنشر في مجله علميه برضه متخصصه، يعتبر هو المشروع الوحيد اللي اتطبق فيه اللاند ادجستمنت زي ما بيقول الكتاب. انا بشكرك يا عمرو فعلا على المداخله بتاعتك ديت، وفعلا احنا كبلانر احنا المفروض ننزل مع البوتوم اوف ذا بيرميد اوف ذا سوسايتي، وما نتكلمش من فوق، لازم ننزل وياهم وفكرهم ونتعامل وياهم ونتصرف زيهم بالظبط. تمام دكتور سليمان، هذا يعني نعتز بيها، وزي ما حضرتك ذكرت المشروع ده فعلا لا زال ممتد، حتى احنا بنشتغل دلوقتي في انا ودمياط، يمكن جلسه ثانيه بقى يبقى حسن كده ينظمها لنا ونبقى نتكلم على فكره اللاند ادجستمنت، ان هي مرتبطه بالفكره بتاعت اللاند بيست فاينانس، اللي في حد كان عمل مداخله مع دكتور دعاء، وكمان يعني فممكن نبقى نتكلم عليه في وقت ثاني. اتفضل يا دكتور حسن. معلش، هو انا عندي استفسار بالنسبه لفكره الميزانيه. على حسب ما انا فاكر، يعني الوضع كان مثلا من سنتين ثلاثه، كانت الإدارات المحلية أو المحافظات لما بتقدم الخطة، تمام، على حسب، حتى لو احنا نتكلم على المخطط بتاع المحافظة، كان الرد من وزارة المالية بيجي في صورة يعني زي جدول بأرقام، مدرسة، مبلغ كذا، يعني الكوردينيشن ده ما كانش حاصل، صلحني لو كنت غلط. كانش حاصل بس مش من وزارة المالية، بقى في وزارة التخطيط. بص مش عارف محمد عفيفي يظهر وقت الجد بيهرب، بس مش مشكلة يعني. محمد عفيفي في معهد التخطيط، فالمفروض هو يتكلم على الكلام. هو اللي أنت بتقوله صح، إن عملية اللي هي اللي يعني نيجي تعمل الخطة، كان الديوان العام بيقدم، ديوان عام المحافظة بيقدم خطة، تمام، مثلا بتاع التربية والتعليم بيقدم خطة لمديرية التربية والتعليم، ده تبعتها للوزارة، وبتاع الصحة يبعتها للوزارة، والكلام ده كله كده كان بيتجمع عند وزارة التخطيط، تبتدي ان هي تعمل بقى موضوع ايه، اشيل واحط والكلام ده بقى اختلف، تمام. عشان كده لازم نبقى مترقين. في حاجه اسمها دلوقتي في مصر موازنه البرامج والاداء.
برضو اللي كان بيتكلم عليها مهاب واعتقد دكتور احمد برضو كان تطرق ليها، هيبقى موجود حاجه اسمها مستهدفات indicators. انت حضرتك المحافظه دي عندها مستهدفات تنمويه كذا، حضرتك هتعمل موازنه البرامج والاداء بتاع حضرتك عشان تقول لي انا هستهدف انا ازاي اقدر اوصل للمستهدف ده. طيب المستهدف ده او الانديكيتور ده مين اللي هيحدده؟ وزاره التخطيط دلوقتي واخده على عاتقها ان هي تحط المستهدف يعني، وبيشوفوا الكلام ده على حاجه اسمها سيتي كومبيتيتيفنس او التنافسيه بتاعه المحافظات والمدن. بس ده بيحاول يحل المشكله اللي انت بتتكلم عليها. انا فاكر كنا قابلنا دكتور اشرف العربي وزير التخطيط لما كنت في كير وبيتكلم على التخطيط وتخطيط الموازنات بالمشاركه، قال لي باللفظ كده، وهو راجل يعني محترم جدا يعني بجد، اللي اشتغل معاه او عرفه هيعرف احنا بنتكلم على ارقامه علميه ايه. فده قال لي كده بالظبط، انا ما عنديش من المعلومات اللي اقدر اتشالنج او اديبيت او اتحدى وزاره كذا في احتياجاتها في اسيوط. انا ما اعرفش، انا بيجي لي احتياجات وانا بعمل، انا ما عنديش انفورميشن تمكنني من ان انا اقدر اتشالنج او اقول الكلام ده لا. فده استدعى ان احنا موازنه البرامج والاداء انت بتغير، فبتدي جزء من اللامركزيه. طبعا اللامركزيه ماليه لسه فيها كلام، بس في جزء كبير هنا لامركزيه اداريه بتتم. وكمان انت بتتحاسب على ايه يعني؟ ادعوكم كلكم مش النهارده اكيد، شوفوا التجربه بتاعت الهند فيما يخص الاوتكم بيست بادجيتنج خلاص، وان هم عملوها ازاي في الولايات. انتوا عارفين الهند فيها بتاع كميه، الهند عباره عن دول جوه دوله. اقروا وشوفوا هم بيعملوها ازاي، هي دوله لا مركزيه، وازاي بيعرفوا يعملوا موضوع الاوتكم بيست بادجيتنج. تونس على فكره، تونس برضه عاملين التشاركية على مستوى المعتمدية يعني. انا اشتغلت انا يعني في كير كنت شغال اربع سنين كنت ماسك مشروع بيتنفس في 7 دول عربيه منهم تونس. في منطقه اللي هي بنتكلم على تخطيط التشاركي في اسمها صياد، اسمها ايه مش فاكر الاسم بتاع المدينه. بس خلي بالك هو وصل لليميت وما عرفش ان هم يعملوا التعميم بتاعه، لان في شويه structural challenges او في تحديات تنظيميه واداريه موجوده. بس تونس التالت في القصه دي. طب خلينا بالمره بقى ما دام قاعدين بنتكلم على موضوع بناء القدرات، معلش انا بروح على حاجه ثانيه، ويمكن ده قد يفيد الاخوه الطلبه والمهندسين بتوع المستقبل. I'm sorry for translation. I'm very sorry. Concerning the Indian project, do you repeat please the name of the project? ممكن حضرتك بس تعيد اسم ال Indian project. It's a process. No, in India, it's a process by which they are developing their annual budget. It's called outcome-based budgeting. So anyone can just Google it, and they are going to understand how it's being formulated and how it's being implemented. It's really something innovative and It could fit here in Egypt, by the way. I'm just referring to it because India is actually, yes, decentralized, but in the same time, they have a very good system which enables the different states to achieve the overall indicators, development indicators, which is being set on the central level. أنا عارف أنا تعبت اللي بترجمه معايا، معلش. طيب خلينا بس أبدأ على بناء القدرات. أنا من أول ما اشتغلت، سيبنا من 10 سنين برضه، سيبنا اول ما اشتغلت بتكلم الموضوع بناء قدرات. يعني من اخر 8 سنين في حياتي انا قررت ان انا ما نعملش بناء قدرات، انا مش هدرب حد خلاص، لان موضوع التدريب يعني تدريب لمبنى التدريب ده مش هينفع. انا على فكره اشتغلت في عمليه الاصلاح الاداري، وكنت بنعمل تدريبات لما كنت موجود في كير لموظفين الدوله اللي هيروحوا العاصمه الاداريه الجديده وشويه حاجات كده. المهم هنا مثلا في المشروع اللي الدكتور احمد سليمان بيتكلم عليه اللي هو اللاند ري ادجستمنت او اعاده ترتيب الاراضي، ففي عندنا بنشتغل في انا وفي دمياط، كان عندنا فلوس كثيره لمكون بناء القدرات. فانا قررت ان انا مش هعمل كده، انا هعمل فكره الشادو. ايه الشادو؟ حضرتك دكتور حسن انا هتعاقد مع حضرتك ان انت تعمل لي مهمه استشاريه، صح؟ تمام. حضرتك اول ما تجيلي انا هاخدك من ايدك وروح للمحافظ. مساء الخير يا فندم، دكتور حسن هيعمل مهمة اكس، احنا اوريدي متكلمين مع المحافظ وعندنا فريق عمل. انا عايز احمد ومحمد وهبة وعبد الصمد يلازموا حسن في كل خطوة بيعملها.
حسن لو عمل تمبلت على الاكسل يعرفوا لازمتها ايه وتتعمل ازاي وتتعمل ليه، يفضل ماشي شادو هو ظله كذا 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 كذا. وعلى فكره حسن انت مش هتاخد فلوسك الا ما امتى؟ مش لما تدي. انا ان المجموعه دي عرف ان هي تطبق اللي هي شافته منها. طبعا الجوده هتختلف عشان حسن قاعد في المانيا وبياكل شوكولاته ما جابليش لسه، مش مشكله بقى هتختلف الجوده ما عندناش مشكله، بس يبقى ده. فانا مش هعمل تدريج، انا ممكن اعمل اويرنس اه ماشي، اتكلم على اللانجري ادجستمنت واهدافه والكلام ده كله، انما بناء القدرات. عشان كده حضراتكم كطلبه لازم لو في قدرات يعني ده ايه بالظبط، غير طبعا موضوع ان انا اتدرب على الجي اي اس وكده لا. انا بتكلم بقى على الاكتيفيتيز اللي بتتم في مشروعات انا لازم رجلي برجل اللي بيعمل. لان على فكره زي ما حسن قال المعلومات اللي بناخدها هو ما ينفعش يبقى منفصل على فكره، عارف؟ لان هو منفصل، هو طبعا هو جزء من الحدوته كلها ومن اللعبه كلها، بس هو ليه دور بيختلف عن ادوار ستيك هولدرز تانيين. طبعا طبعا. بص احنا كلنا المفروض في حاجه حكمانه في البلد هنا. انا ما اقدرش اشتغل بحاجه خارج الدوله محدداه وعايزه تستهدف، فما اقدرش اقول انا عايز اعمل كذا عكس كذا، لا. تاني حاجة احنا كلنا كل الجهات الدولية ملتزمة بان هي بتساعد في تحقيق اهداف التنمية المستدامة sustainable development. لو بنتكلم عن موضوع الاربن والاربانيزيشن، عارفين في كام هدف من اهداف التنمية المستدامة؟ حد يقول لي رقم بقى. ها هما كام هدف؟ هي جوجل هتطلع انا عارف، بس يعني مفيش حد يا جماعة. الله حلو ده، شروق قالت 17، برافو يا شروق. طيب سؤال بقى تاني غلس، الجزء العمراني او الاربن موجود في كام في المية من الاهداف دي؟ سؤال صعب. يعني الجزء العمراني متواجد في مش هجاوب ما تجاوبش انت. ها الجزء العمراني موجود في كام في المية من اهداف التنمية المستدامة؟ مناش اي زبائن يقولوا اي رقم؟ 100% عمو باشا. تمام، بس هو يعني اقل من كده. هو 100% لان هو بيتقاس في الاخر، بس يعني طبعا ما نقدرش نكسر كلمه الدكتور نخليها 100%، بس نقول بقى بصوت واطي هم 60%. فالاربن اسبيكتس موجوده في 60% من اهداف التنميه المستدامه. الجزء الثاني دور من ادوار، ويمكن احنا في اليون هابيتات بنعمل الكلام ده، يمكن انا هتكلم باسم الهابيتات وارجع اما نبخ هقول انا بتكلم باسمي. اليون هابيتات احنا بنعمل حاجه اسمها الناشونال اوربن بوليسي، السياسه الحضريه الوطنيه، بتكليف من وزاره الاسكان بشراكه مع الهيئه العامه للتخطيط والرعايه. ودي ممكن انتوا جوجل يعني ايه ناشونال اوربن بوليسي، هي لسه بتاعت مصر، احنا يعني في الفاينل ستيجز او في اواخر الصياغات الخاصه بالسياسه وكتابه الوثيقه تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء وتاخد اطارها يعني في الاعتماد. ولكن جزء كبير جدا الهابيتات بتشتغل عليه الفرق ما بين الاربن والاربنايزيشن، وده مشكله كبيره جدا، التحضر، عمليات التحضر والعمران. برضو يعني ادعوكم ان انتم تقروا حاجه اسمها نيو اربن اجندا او الاجنده الحضريه الجديده، هتشوفوا التزام، ده الهدف 11، يعني هتشوفوا التزام الدول في موضوع التحضر. جزء تاني لسه في تقرير طالع يوم 31 اكتوبر اللي فات عن حاله التحضر، او يعني هو اسمه World Cities Report، حاله المدن على مستوى العالم، The Value of Sustainable Urbanization، او قيمه النتيجة أو قيمة يعني المتولدة من التحضر المستدام.
شوفوه هتشوفوا احنا بنتكلم هتفهموا التحضر ده بيتكلم على ايه. ده بيتكلم في حاجات ليها دعوه بالبيئه، حاجات ليها دعوه بالخدمات، تنميه اقتصاديه، بيتكلم على الجوفرنس او الحوكمه، بيتكلم على الاداره، بيتكلم على كذا حاجه، دي الاوربانيزيشن. فدور من ادوار حسن الديفلوبرز موتورز اللي هم الدوليين، احنا عندنا اكسبوجر اكتر من الحكومه. ليه؟ لان احنا شغالين في دول كتيره، فاحنا عارفين يعني موجودين في كذا دوله، فممكن نجيب الليرنينج. الجزء الثاني ان احنا نتشالنج، نتحدى بعض الممارسات عشان نخليها يا اما تشتغل احسن، يا اما نلاقي طريقه انوفيتيف مبتكره، يا اما تبقى هي اوبسوليت. بس اهم حاجه ما نغلطش الغلطه الشهيره بتاعت ايه، best fit and best practice. مشكله الدول كلها في البست ايه، براكتس. انا مشكله البست براكتس ان هو كله يعني لازم نتعلم برضو من الاخطاء. يعني احنا مش لازم بس نتعلم من الحاجات الناجحه، وخلي بالك الناجحه دي ناجحه عندهم، يعني الناجحه عندهم ده فين على فكره. انا شايف ان انا من المنصوره، فانا شايف ناس من المنصوره، تجربه المنصوره ما اعرفش راح اوديها دمياط، ما اقدرش. لو هي ناجحه اللي كان بيحصل كله، وكان بيبقى فيه استسهال، مش استهبال، ها، استسهال والنبي عشان ما نروحش بداية، هو ان انا باخد تجربة بتتم واروح احطها في حتة تانية. ده البست براكتس، ده غلط. لازم البست فيت. عشان كده هرجع بقى لأول كلمة خالص قلتها، انا لازم اقدر اعمل تحليل واضح جدا وفعل للكونتكست، السياق. اتفضل يا دكتور حسن. في سؤال من محمد الدبوسي، من مدرس مساعد من جامعة المنصورة. خلاص بلديات، انا موافق. ما خلاص ما تسالش، انا موافق على اللي انت هتقوله. اتفضل. لا انا كنت عايز اعرف راي حضرتك بس في موضوع، احنا ساعات لما يعني بننزل مشاريع تخطيط او ننزل ناخد اراء الناس، فاحيانا بنواجه وجهه نظر سوداويه شويه عن الوضع، فنقول له ايه رايك او عايز يعني الدنيا تمشي ازاي وهكذا، فبيكون رده ان هو مفيش حاجه هتحصل، وكان في ناس نزلت قبل كده ومفيش حاجه اتغيرت وهكذا. فدي وجهه نظر موجوده عند بعض الناس، وانا كنت عملت استبيان صغير لبعض المشاكل اللي موجوده في المنصوره، وكان الاستبيان لفئه من الناس اللي معاهم يعني معاهم شهاده جامعيه او معاهم ماستر او اغلبهم معاهم ماستر، عن انت ازاي بتوصل مشكلتك للجهات المسؤوله. فكان في مثلا في ابلكيشن حكومي اسمه في خدمتك، في الجهات الحكوميه بعضها عندها ويب سايت تاخد شكاوى وهكذا. فمعظم الناس في السؤال الاول كان عندهم مشاكل والقمامه كتيره وهكذا وبتاع، فهل انت وصلت وجهه نظرك دي للجهات المسؤوله؟ فبيكون رده لا انا ما حاولتش اتواصل باي شكل من الاشكال مع الجهات المسؤوله. في المقابل طبعا الجهات المسؤوله ساعات ما بقاش عندها برضو انترست تعرف ايه المشكله او تعرف ايه اللي بيحصل، فبيحصل بقى الايه، المشكله بتتفاقم ما بين الجهتين. احنا دايما بنتكلم دايما عن البوليتيكال ويلنس، بس مش عارف بقى فيها البابليك ويلنس ده عندنا راي حضرتك فيه ايه، او انت شايفه ازاي؟ حضرتك بتطبخ؟ بتكلم جد بقى، بتطبخ؟ يعني مش بطبخ قوي، بس ممكن نعمل حاجات خفيفه يعني. يا بتعرف تعمل ايه؟ قول لي حاجه بس. فطار بقى، نعمل بيض كده بس، امسك في دي، بنعمل بيض. حضرتك ينفع تاكل بيض ني؟ لا اكيد لا. لا، في ناس اللي هم بتوع البادي بيلدينج دول ربنا يديهم الصحه، بس احنا ما ينفعش ناكل بيض ني. طب بتعمل ايه في البيض اول ما تاخده؟ عايز تاكله مسلوق ولا تاكله مش عارف ايه؟ انت بتعمل له ايه؟ بتعدله مرحلة الايه؟ الاعداد، اللي هي ايه؟ synthetization او التهيئة. التهيئة هي ايه؟ للأسف احنا بنتسرع. يعني حسن كان بيسأل مهاب على موضوع البي ان اي، احنا بننزل يا جماعة مشاكلكم ايه؟ 1 2 3 4. لا، انا عشان اعمل تجربة لازم تستوي قبل ما انزل، فبالتالي لازم اشتغل على الحكومة واشتغل على المجتمع، احاول اشوف الانتري بوينتس اللي ممكن اخش، وحاول اغشش الحكومه اقول لها على فكره اعملي 1 2 3، وانتوا المواطنين اعملوا 1 2 3. انا بلعب هنا دور الايه؟ مش الجاسوس، لا، الفاسيليتيتر بين الاثنين. واهم حاجه ايه بقى حضرتك؟ ان في مصر حاجه على راي انت اللي بتقول دلوقتي الناس بيقولوا الكلام ده، تسمعوا عنها حاجه اسمها راس المال الاجتماعي، السوشيال كابيتال. طيب ايه راس المال الاجتماعي؟ هقول لكم
حضرتك دلوقتي يا دكتور، بما ان انت ماسك فاتح الكاميرا يا دكتور محمد، ممكن تمسك القلم، ممكن تمسك القلم كده توريه لنا فوق؟ لا بالعرض، بالعرض تمام. سيبه مره واحده، سيبه. طب ايه اللي حصل فيه؟ وقع صح. طب لو ده كوبايه هي كسر. طيب ممكن تمسك القلم تاني، مش هتعبك معانا بقى انت من المنصوره. حط ايدك تحت. حط ايدك تحتيه، لا تحت شو، لا 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 امسكه بايد واحده، لا مش اختبار، امسكه ايوه، نزل ايدك دي تحت والقفه، اما تسيبه ايه اللي يحصل؟ ما خبطش. ليه؟ لان في شبكه موجوده تحت، الشبكه دي هي اللي بتحفظ البلد دي، اسمها راس المال الاجتماعي، اللي هي عباره عن ايه يا جماعه؟ شبكه العلاقات المبنيه على الثقه بين المؤسسات والافراد في الدوله. لو نرجع لايام يناير لما عملنا لجان شعبيه والكلام ده كله، هو ده راس مال اجتماعي موجود. فبالتالي حضرتك تعرف ازاي تستثمر راس المال الاجتماعي. عشان كده التهيئه مهمه، وقبليها اللي انا قلت اللي هو ايه، حته انا ازاي اقدر احلل وافهم السياق، ايه الكويك وينز. انا بقول الدكتور عشان نعمل اللي هو اللي الدكتور مهاب بيتكلم عليه، اللوكال ايري اكشن بلان سنه 2004. عايز اقول لك احنا كنا نزلنا للناس، اول حاجه الناس بيقولوا لنا الحكومه قافله علينا الميه، الحكومه قافله علينا يا عم ليه؟ قافلين المحابس. ورحت رايح لبتاع شركه الميه، قلت له بقول لك ايه، الناس بتقول كذا. قال لي والله ما قافلها، انا المشكله كنت بعمل محطه ضغط عالي في مش عارف في الهرم فلازم طيب. قلت له طب بص الناس مش هتصدق. اخدت فرقه من عنده ورحنا اتفقنا مع الناس، قلنا لهم هننزل معاكم، شاوروا لنا، هم الناس عارفه المحابس فين، شاوروا لنا على المحابس، هنفتح لكم الغطيان وتشوفوا اذا كانت مفتوحه ولا مقفوله. نزلنا يوميها سبوقتاده ولا دكتور مش فاكر، فتحنا بتاع اربع او خمس محابس لقوها مفتوحه. فلما شافوا كده قالوا الله، امال ايه المشكله؟ طب تعالوا بقى مش هنقول لكم. رجعنا للراجل، ممكن تقول لنا المشكله؟ قال لنا انا الضغط ومش ضد الضغط ومقلله، ابتدى يقول لهم كل القصه. فهم كده خلي بالك، هو ايه اللي حصل؟ الميه ما زادتش، بس ايه اللي حصل؟ هم سمعوا وشافوا. يبقى انت هنا بتستثمر في نقطه. كان عندنا مشكله انابيب، دي في حاجات بتعملها مالهاش دعوه بالتخطيط، بس عشان تبدا تكسب الثقه. اللي عرض محمد عفيفي اللي هرب لما كان بيتكلم على 2030 من ضمن الاهداف بتاعتها في الاصلاح الاداري، بيقول لك ايه؟ جهاز اداري كفء وفعال يعلي من ثقه المواطن، ومش عارف مش قادر اكملها يعني، بس خلي بالك بيعمل ايه؟ يعلي من ثقة. هو بيتكلم على هو بالنسبه له ده، هو عايز يصلح جهاز اداري للدوله عشان المواطن يثق. اخر حاجه هو المواطن عايز ايه؟ في فيلم كده بالانجليزي اسمه What Women Want، الستات عايزه ايه؟ لا انت شيل كلمه ويمن وحط المواطن، المواطن عايز ايه؟ عايز خدمات، صلح له الخدمات يا سيدي. والعمليه بسيطه، احنا برضه انا قاعد ارجع كل شويه للجي اي زد. احنا لما عملنا سنه 2004 2003 2004 المخطط التنموي المتكامل لحي بولاق الدكور، قسمنا المخرجات في الاخر الى مشروعات واجراءات، ورحنا للدكتور فتحي سعد الله يرحمه كان محافظ الجيزه، قلنا له ادي لسته بالاجراءات المطلوبه وادي لسته بالمشروعات المطلوبه، عايزين نعمل الاجراءات لغايه لما المشروعات تيجي عشان نكسب الثقه. اتفضل يا دكتور حسن. يا رب اكون جاوبت عليك يا دكتور محمد. لا تمام يا دكتور، شكرا. انا عارف ان هو الموضوع فيه يعني الكوردينيشن ما بين الجهات المختلفه ده بيبقى يعني دايما بيبقى صعب، بس يعني عم بنحاول يعني. ان محمد دبوسي شغال على الدكتوراه حاجه ليها علاقه بالاس دي جيز والسمارت سيتيز متهيألي. بالظبط كده. على فكره سمارت سيتيز، بمناسبه عارف الديفينيشن بتاع سمارت سيتيز ولا لا؟ هي متطوره بقى عبر الزمن يعني من لا 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 لا, لا, لا. شوف تقرير المدن، بس انا هغششك، سمارت سيتيز هي المدن التي تستجيب لاحتياجات المواطنين، مش السمارت سيتيز هي المدن اللي فيها تطبيقات من الجيل ال 18. لا بالظبط كده، مفهوم تطور من 2005 ولغايه دلوقتي يعني المفاهيم بتاعته بتتغير. خلاص ما احنا وصلنا لا تستجيب لاحتياجات المواطن. اتفضل يا عم حسن. طيب انا اعتقد ان احنا خدنا من وقتك يعني كتير. هتجيب شوكولاته ثانيه واحده بس عشان اول ما اجي مصر هجيب اللي هي اسمها ايه دي؟ مش فاكر، بس يا جماعه احنا عندنا كام بارتيسيبنت؟ انا مش شايف 65 يا جماعه اهو قدامكم،
حسن تاني مره يوعدني وما يجيبليش شوكولاته ماشي؟ فلو سمحتوا انا بشاهد عليك. ما نزلتش مصر والله من ساعتها، بقالي 10 اشهر ما نزلتش مصر. مش ذنبي مش ذنبي. فكمان لو في حد عنده، لو في حد عنده اي سؤال او سؤالين ممكن لو عايز. دكتور حسن، there was a question in the chat from Alejandra. If you don't mind, if she would just say that. Yes, please, Alejandra. Alejandra. دكتور حسن، بس اخر تعليق بس على عمرو، انا عايز الخص كلامه في approach learning by doing and doing by learning. That's it. تمام. وخلاصة كلام عمرو، وبعدين ده هيدينا بقى بسرعة كده فكرة في approach شغال في اوروبا ولحد دلوقتي احنا عندنا في مصر ما عندناش نولج عنه. Urban sustainability transitions. هو ده يمكن دلوقتي معظم أوروبا شغالة بيه، وثابت الـ traditional planning processing شغلت بـ urban sustainability transitions. وده تقريبا يمكن new approach يمكن يساعدنا هنا في الدول النامية، اللي احنا نحل كل اللي اتكلم عليه الدكتور عمرو أو معظمه على الأقل، أو نلاقي طريقة نعمل communication بين planners والشخص الموجود على الأرض الواقع. يعني هو ده المفروض نتبعه. وعلى فكرة أضيف لحضرتك برضو في أبروتش، لو الناس قبل ما ندي أليخاندرا الفرصة، اللي هو design thinking. جوجل حاجة اسمها design thinking، هتعرفوا احنا بنتكلم على ايه. design thinking ده طريقة في يعني التصميم لحاجات. اقروه على فكرة هتلاقوه بيطبق هنا من سواقين الميكروباص في مصر كلها. بعد ما تقروه هتعرفوا تعملوا اللينك. Alejandra? Alejandra, can you say your question? Hello? هي ممكن تكون you are muted، بس ممكن تكون بتتكلم وهي you are muted. Alejandra. طب what was your question؟ تعال نشوف. Checking you. It shouldn't be the contrary, suggest a solution to the society and prepare the government. By okay, يعني if I get the question أجاوب عربي ولا إنجليزي؟ طيب لا بص، I think she was responding to your statement, suggest a solution to the government and prepare the society to receive it. And then she said, shouldn't it be the contrary, suggest a solution to the society and prepare the government? So about the being the role of the mediator. Yes, yes, but he, maybe in the translation it was, and of course I really apologize for the champions who are making the translation, because I know I'm a very fast speaker, so I'm sure they were really struggling. Awi, awi. Ida. أنا حاسة إن أنا ترجمت. لا 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 لا. لا أنا عارف. بس يعني معلش. يعني يا رب نكون وصلنا كلام حضرتك. تراي دور بس. انت دي شوكولاتة. شوكولاتين اللي كانوا هيجوا لي، واحدة الأميرة وواحدة لشيرين. طيب. maybe because what I was referring to is that the synthesization process requires that you engage with the supply side. This is represented by the government, and the demand side, which are represented by the community members or CSOs or whatever. The issue here is that you need to understand where could be the quick wins and the entry points with which the government can gain the trust of the demand side, and to engage them in the process itself. So let's, for example, there are some, I don't know, garbage which need to be taken away, or there is some street pole, light poles need to be repaired, whatever. This is what I'm referring to, but I'm not talking about the long lasting or the plans itself, because this is going to come through a platform of interaction between the supply and the demand. معلش يا جماعه، هو اللي انا قلته هو هو اللي قلته بالعربي، فمفيش اي اختلاف. تمام يا عمرو، الف شكر، و يعني استمتعنا بالحوار معك، وان شاء الله نشوفك قريب على خير في مصر، وهجيب معايا شوكولاته ان شاء الله. ايوه انا اخر حاجه دي مستنيها. طيب انا يعني يا شباب، انا يا رب ما اكونش بوظت لكم دماغكم واي حاجه خالص، بس اي وقت حد فيكم عايز يتواصل معايا ممكن ياخد الكونتاكت من الدكتور حسن، ويا رب كانت فعلا مفيده، ولو في اي اراء مش يعني مش مبسوطين منها فانا متاسف منها، ولكن دي
رأيي أنا البسيط وخبرتي اللي ممكن تكون كلها كلام فاضي. تمام؟ تسلم يا عمرو. العفو. أوكي، أختفي بقى ولا؟ زي ما أنت عايز، عايز تبدأ من هنا؟ أنا معاكم بس يعني خلاص أهرب بقى يعني، صح؟ أوكي. وأميرة وشيرين تاني مرة ميرسي جدا ليكم. ميرسي لحضرتك، شكرا. ميرسي لحضرتك، شكرا. طيب طيب احنا ناخد بريك. في تغيير في البرنامج. دكتور عبد الخالق ابراهيم من وزارة الإسكان اعتذر للأسف. English. طيب so there is a change in the plan at the program for today. دكتور عبد الخالق ابراهيم apologized due to some important meetings for him, but we will bring one presentation from tomorrow, which would be presented by Engineer Muhammad Hamdi about the Hurghada downtown development feasibility study as an urban development approach. So this, so after the break, Muhammad will present. So let's take 7 minutes, okay? So.